نعم عندنا أمثلة في صلاح الدين لشخصيات وأجروا اتصالات معي. هذا الموضوع لم يعد محذور لأنه المصالحة شملت شخصيات في عموم المحافظات في الأنبار وفي الأنبار خصوصا. وقبل هذا الوقت عادت شخصيات بسبب مواقف وعلاقات سياسية مع بعض الأحزاب والكتل السياسية. عندنا في صلاح الدين على سبيل المثال، وهي رسالة عذرا لكل من هو مطلوب، لا نستطيع أن نحصي كل الأسماء وقد نخفق، ولكننا نستهدف بإيجاد حلول لهؤلاء كل الأشخاص، أن نجد لهم حلول وحسم قضاياهم في القضاء. وأولهم ناجح الميزان، وليد الخشماني، الشيخ حسن الندى على سبيل المثال،